هو انتوا مش مسافرين وليه؟ يلا جهزوا نفسكم، لدرجة انه في سفريات بيتم قبل الرئيس ب 24 ساعة والترتيبات كلها. وانا هنا لازم اقول للسادة المشاهدين حضرتك بتعمل ايه لهذا الامر. عايز اقول لك يا استاذ احمد، يعني الحمد لله، هو يعني توفيق الحمد لله رب العالمين، لازم كلنا نحمد ربنا ونقول الحمد لله على ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لانه انا يهمني قوي في الفتره اللي فاتت دي كان في تركيز كبير جدا على الداخل عشان الرئيس العام الداخلي، وعشان السلبيات اللي حصلت خلال بعد ثوره يناير اللي حصلت وسمعت مصر بره وفي الداخل بعد 25 يناير 2011. المهم اللي حصل النهارده بقى بدات الزيارات المختلفه بره، لما بتعملوا انت لقاءات بره وتصاحبوا سياده الرئيس وربنا يديله الصحه والعافيه على المجهود الضخم اللي بيتحرك فيه من دوله الى دوله حول بلاد العالم كلها. ده الحقيقه محتاج فريق اعلامي قوي جدا يقف جنبه ويكلم العالم بره عشان يفهمهم هي حقيقه الامور وينقل صوره العالم اللي بره الى الداخل. ده اللي قامت فيه قناه فضل وده اللي انا فخور بيه جدا، وان شاء الله هنتم مسيرته باستمرار وبنجاح باذن الله، لان هي دي الرساله الحقيقيه الخطيره جدا. احنا رحنا الى برلمانات ورحنا الى مؤسسات ماليه كبيره والى سياسيين والى كذا مكان. الحقيقه خلال السنه اللي فاتت دي بالذات كان انتقالنا مركز للخارج بطريقه مكثفه جدا. انا عايز اقول انا فخور بيه وسعيد بكل فريق العمل. الاخ احمد موسى تهنئتي من القلب ليك، وانت تستحق كل خير، انت بذلت مجهود كبير جدا جدا وحريص على ادائك المهني، حريص على ادائك المشرف اللي ينقل فيها مصر نقله حضاريه. دي فكره. الاخ حمد رزق موجود الحقيقه، يعني انتوا ايه، يعني انا شايف تالق واضح جدا وتالق الشباب اللي عندنا كلهم واضح جدا حتى في متابعه الاحداث اللي بتمس احاسيس الناس. يعني الاخ حمد رزق عمل برنامج هايل الحقيقه كان في رمضان، ودخل بعد كده في موضوع الفيروس دي، ودخل الحقيقه انا بيجيني من بره، يمكن انا متابع جيد قوي لكل يوم بتابع، لكن بحس بالنجاح اللي حصل من المشاهدين اللي بره لما يطلبوني يقولوا ده استاذ حمد رزق عمل حلقه امبارح تحفه.